وينك لهلا مو مبين يا حقير. تعال بقى تعال. جاي لعندك. قد ما بدك، بس بالنهاية ما رح ترجع عبيتك يعني؟ كيفك بلال؟ شو نروح؟ ايه يلا امشي خلدون. ماشي، انت خد قسم الاناضول والقسم الاوروبي اتركه الي. ايه بصير. يلا لكن خلينا نخلص شغلنا بالكراج. ايه قوم. مين اللي عم يتصل فيك يا مجد؟ عم تسأل حالك ما؟ أهلين فيك يا قصي. مجد، رح سجل بيتي باسمك يا ابني. قديشك حقير؟ قلي شو رأيك، عجبك بيتي؟ بدي منك تضل ساكن فيه. عن جد؟ اعتبره مثل بيتك تماما، لا تخجل مني، أنا بحسك مثل ابني. رح ضل وراك يا قصي، إذا هربت اليوم رح أمسكك بكرة. اتأكد إنه المرة الجاية ما رح تقدر تهرب، رح ألقطك إلا ما يجي يوم وأمسكك. إيه إيه صح صح صح، بعرف إنك رح تمسكني. شو رأيك خبرك مين هني عيلتك؟ عن جد رح تقلي مين بيكونوا عيلتي؟ إيه عن جد، ليش لحتى ما أقلك؟ قصي عم تحكي عن جد مو هيك؟ طبعا رح قلك. طيب ماشي، استناني دقيقة. أكيد بستنى، بس طلع صوت لبقى بتكون جاهز. أنا هلأ جاهز، يلا قول. عم أسمعك. رح خليك تخبرني مين هي عيلتي.
عن جد أنت يا مجد طلعت حقير وبسرعة قدرت تفهم اللعبة اللي أنا بدي ألعبها. وهلا أحسن شغلي بيعملها أن يقعد على جنب واستنى شوي ليهدى الجو وبعدين بفكر كيف لازم أتصرف. ابني مجد أنا لازم أشوفك بسرعة. ماشي منلتقي. شو بك يا ابني؟ مبين إنك مو على بعضك. لا لا أنا كتير منيح. ليكني جاي.